بالتأكيد لحظات الوصول إلى خط النهاية. 38 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لحميد بن حران بن حميدان، بينما اللي وصل مع المركز الثاني سلاب لمحمد بن غريب بن راشد الاجتبي. توقيت الزمني في مسافة الخمسة كيلومترات 7 دقائق و41 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن غريب بن راشد الاجتبي، واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول وتقدم مبعد توقيت الزمني 7 دقائق و41 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، أو من جاء أيضا مع المركز الثالث بشعار ناصر بن هدوب بن سعيد العمري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي شوطنا 13 والخاص بالقعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز الجميل الذي نتابعه بالانطلاق، نتابعه بالتحدي وبالإثارة. نسير معكم إلى انطلاقة هذا الشوط، نتابع هنا تحدياته، نتابع الصدارة، نتابع الذيب راشد بن سالم بن سليم الزرعي. هنا راشد بن سالم بن سليم الزرعي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول مع الذيب، بينما المركز الثاني المنطلق غياث مسلم بن سهيل بن هيا العامري، وعلى المركز الثالث مروح محمد بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري يأتينا ثالثا، وعلى المركز الرابع ناشب محمد بن علي بن سعيد الجحافي. أما على المركز الخامس فالقادم هنا الفارس نايف بن مبارك بن سعيد النعيمي، من يقدم بهذه الانطلاق والأداء الجميل. سادس مراكزنا هنا يأتينا، هنا يأتي بهذا الانطلاق، هنا أيضا الذهيبي، هنا يأتي لعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري من ينطلق هنا مع الذهبي بهذا الانطلاق والأداء الجميل هنا، بينما الوصول على المركز السابع، المركز السابع أشقر سعيد بن خليفة بن قميص لغويص السويدي، من يقدم لنا أشقر ذا الانطلاق والأداء. مناور لأحمد بن علي بن عيسى لقتبي يتواجد بهذا الانطلاق ثامنا، وعلى المركز التاسع مواجه من يأتي بهذا الانطلاق والأداء الجميل لخليفة بن سعيد بن سالم لينيبي، هنا ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل، بينما المركز العاشر والمنطلق شعار بن غويث من يأتينا بهذه الانطلاق والأداء المميز الجميل. ها هي الشعارات، ها هي الانطلاقات، ها هي التحديات. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الذيب راشد بن سالم بن سليم الزرعي من ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني ناشب، المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث وصل مروح هنا لمحمد بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري، من يأتينا على المركز الثالث، وعلى المركز الرابع هنا مناور لأحمد بن علي بن عيسى لجتبي، وخامس المراكز الذهبي هنا يأتينا عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، هنا منطلقا هذا الانطلاق والأداء الجميل. هنا الفارس سادسا نايف بن مبارك بن سعيد النعيمي، من يأتي على سادس المراكز، والمركز السابع، المركز السابع والانطلاقات والتحديات هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل، من أشقر لسعيد بن خليفة بن قميص لغويص، من يأتي بهذا الانطلاق والأداء الوصول. مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الجانب الآخر، المنطلق شاهين عبد الله بن خميس بن مسلم الشومسي يأتينا ثامنا، المركز التاسع يأتي هنا مواجه المنطلق لخليفة بن سعيد بن سالم لينيبي، من يقدم لنا مواجه هذا الانطلاق والأداء شعار سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الكتبي. من الجانب الآخر المنطلق على 10 المراكز، هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا
الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط، هنا ناشب من غير على الصدارة، ناشب على المقدمة، محمد بن علي بن سعيد الجحافي المنطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطر على زمام الأمور. يأتي الذيب راشد بن سالم بن سليم الزرعي على المركز الثاني، مناور في المركز الثالث هنا لأحمد بن علي بن عيسى لجتبي ومروح، محمد بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري يأتينا رابعا، الذهبي في المركز الخامس، الذهبي هنا المنطلق، الانطلاق عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، وياتي الفارس نايف بن مبارك بن سعيد النعيمي هنا ايضا بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل مع الكيلومتر الاخير. وهنا اشقر سعيد بن خليفة بن خميس الغويص السويدي القادم بهذا الانطلاق، وصل شاب، وصل شاب باول نداء، حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يقدم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميل. الله الله، التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط هنا بالانطلاق والأداء، ولكن الصدارة مع ناشب على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. ناشب هنا محمد بن علي بن سعيد الجحافي المنطلق على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط المركز الثاني الذيب، هنا راشد بن سالم بن سليم الزرعي، ووصل هنا ذيب آخر عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الاجتبي، هنا من يأتينا هذا الانطلاق والأداء الجميل. ولكن الله الله الله، التحدي الأخير الذيب وهنا والذيب الآخر وناشب من الجانب الآخر، ثلاثية جميلة. يا سلام، التحديات الأخيرة مجريات هذا الشوط، لمن الفوز لمن الناموس؟ الذيب ناشب، ثلاثية يا سلام، التحدي الأخير الله التحدي الأخير. ولكن الذيب هو الأول، راشد بن سالم بن سليم الزرع المركز الثاني، ناجم محمد بن علي بن سعيد الجحافي المركز الثالث، الذيب لعبد الله بن محمد بن سعيد بن حليس الاكتبي، وياتي الشهم محمد بن طبازر الدود العامري من حل على المركز الرابع. والمركز الخامس وصل مناور لأحمد بن علي بن عيسى لجتبي من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالانطلاقات والتحديات. هنا نتابع مشاهدينا الكرام ولحظة الوصول بالانطلاق والأداء للذيب، هنا من أعلن الفوز وأعلن الناموس، الذيب من قطع مسافة أيضا 5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها هنا أيضا 7 دقائق هي الحاضرة، هنا أيضا 31 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن سالم بن سليم الزرعي، بينما ناشب أتانا في المركز الثالث، هناك لمحمد بن علي بن سعيد الجحافي من أتانا ثانيا 6 دقائق أيضا هنا و 7 دقائق 31 ثانية و9 من الأجزاء من الثانية بنفس التوقيت، مع أيضا الذيب، بينما الذيب من حل في المركز الثالث هنا بشعار عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الكتبي بتوقيت زمني مقداره هنا ايضا 7 دقائق 32 ثانية و1 من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات